قرآن وواقع. رحلات يومية من واقع الإنسان إلى حقائق الإيمان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: البعد عن خيانة الله والرسول من أجل الأموال والأولاد. روى سعيد بن منصور وغيره عن عبد الله بن أبي قتادة قال: نزلت هذه الآية: لا تخونوا الله والرسول في أبي لبابة. وهو أبو لبابة بن عبد المنذر، سأله بنو قريظة يوم قريظة: ما هذا الأمر؟ طبعا بنو قريظة يا إخواني خانوا المسلمين في وقت الشدة، عندما جاءت بغزوة الأحزاب جاء الكفار ليقتلوا المسلمين في المدينة، فهم نقضوا العهد وصاروا مع الكفار، وهذه خيانة عظمى يستحقون فيها القتل. فسألوا أبا لبابة: ما هذا الأمر؟ فأشار إلى حلقه يريد الذبح أو الذبح، فنزلت هذه الآية. قال أبو لبابة: ما زالت قدماي حتى علمت، يعني ما تحركت من مكانها حتى علمت أني خنت الله ورسوله. وهذه الآية هي قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم، إلى آخر الآيات. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين صدقوا بأن ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق، فإذا كنتم كذلك مصدقين للحق فلا تخونوا الله ولا تخونوا الرسول وتخونوا أماناتكم. تخونوا الله بترك طاعته، وتخونوا الرسول صلى الله عليه وسلم بأن تفرطوا بالحقوق التي استأمنكم عليها، فهذه أسرار حربية لا ينبغي أن يشير أن عقابهم القتل. الحاكم المسلم هو الذي يبين لهم عقابهم عندما يعني يحاكمهم وتظهر النتيجة وينفذها. وتخونوا أماناتكم، أي لا تفرطوا بحقوق من استأمنكم، الحقوق التي استأمنكم الله عليها، وأنتم تعلمون، أنتم تعلمون أنها أمانات يجب الوفاء بها. إن من أسباب خيانة الأمانة أو التصرف في إبلاغ العدو بأشياء لا ينبغي أن يبلغها، من هذه الأسباب الخوف على الأموال والأولاد. فعالجوا نوازع الخيانة، نوازع المحبة، المحبة للمال والولد هذا أمر غريزي، ولكن لا ينبغي أن يتجاوز بالمحبة حدود الله تبارك وتعالى فيخون الله والرسول ويخون الأمانات. ولذلك قال الله في الآية التي تليها: واعلموا، اعلموا علما يقينيا، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، يعني استخلفكم الله في هذه الأموال والأولاد ابتلاء لكم ليظهر ماذا تعملون فيها، تتصرفون بما يرضي الله، أم أنها تكون سببا لانحرافكم عن الحق الذي أنزله الله فتخونوا أماناتكم. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، أي ابتلاء واختبار، وأن الله عنده أجر عظيم. لمن الأجر العظيم؟ لكم إذا التزمتم بطاعة الله تبارك وتعالى، ولم تغلبوا محبة الله ولم تغلبوا محبة المال ومحبة الولد على أمر الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. التقوى أيها الإخوة مشتقة من وقى يقي، قي فعل الأمر،
قوا أنفسكم وأهليكم نارا، يعني اجعلوا بينكم وبين عذاب الله بالنار وقاية. كيف تتقون عذاب الله؟ بطاعته وترك معصيته. إن تتقوا الله، أي إن تطيعوا الله وتتركوا معاصيه، لا تقعوا في المعاصي، يجعل لكم فرقانا. والفرقان هو الفارق بين الحق والضلال. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. هذه الآية بيّنت أن تقوى الله يحصل منها ثلاثة أمور. الأمر الأول، يجعل الله لكم فرقانا، أي نورا في يقذف نورا في قلوبكم تفرقون به بين الحق والباطل. ولذلك بعض الناس الذين لا يتقون الله وترتبط قلوبهم بأهل الدنيا وبأهل الحكم وبأهل المصالح من أجل شهواتهم ومصالحهم وينسون الله تبارك وتعالى، فهؤلاء لا يتقون الله ولا يكون لهم فرقانا، فيخوضون في الحرام والعياذ بالله تعالى، وربما وصل إلى الكفر. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، نورا وبصيرة تفرقون بها بين الحق والباطل. الأمر الثاني، ويكفر عنكم سيئاتكم، يمحو عنكم ذنوبكم، لأن الإنسان مهما كان لابد أن يقع في خطأ أو في غفلة أو في ذنب أو في تقصير. إلا الأنبياء فهم معصومون، الأنبياء معصومون لأننا مأمورون باتباعهم، فإذا وقع جاز أن يقعوا بالمعصية معناه يجب أن نفعل المعصية نحن نقلدهم. أما غير الأنبياء فليس بمعصوم، فإن لبستم يعني اتقيتم الله يمحو عنكم سيئاتكم، يجعل لكم فرقان تفرقون بين الحق والباطل. والأمر الثاني، يكفر عنكم سيئاتكم، أي يمحو عنكم ما سلف من أخطائكم وذنوبكم، ويزيل آثارها من نفوسكم، لأن السيئة والمعصية لها أثر نفسي ينعكس على الإنسان. والأمر الثالث، ويغفر لكم، أي يستر عليكم سيئاتكم فلا يفضحكم في الدنيا ولا في الآخرة. والله ذو الفضل العظيم، الله متفضل على عباده، لم يخلقهم ليعذبهم ولكن خلقهم ليكرمهم، فيجعلهم أحرارا يطيعونه ويتحررون عن العبودية لغيره. فإنهم فعلوا ذلك سعدوا في الدنيا وسعدوا في الآخرة وعاشوا في فضل الله. وإن ظهر منهم بعض التقصير ما لم يكن كفرا، فإن الله سبحانه وتعالى يتفضل عليهم بالمغفرة إذا تابوا إليه ورجعوا. والحمد لله رب العالمين. كنتم مع قرآن وواقع والشيخ الدكتور عبد الله سلقيني. Thank you.